السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نونا هاند ميد. يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هنكمل دروس تعليم الكروشيه للمبتدئين. زي ما قلنا قبل كده، احنا شرحنا شكل الإبر وأنواعها والخيوط، واتكلمنا عن مجموعة الغرز الأساسية الموجودين على القناة، ممكن نرجع لهم تاني، وعملنا تكوين للدائرة وشرحنا التزايد والتناقص في غرزة الحشو. النهاردة هنشرح مع بعض غرزة النصف عمود أو التزايد والتناقص في غرزة النصف عمود. ده جزء من غرزة النصف عمود، وأنا هكمل وهعمل تزايد. قلنا إن التزايد يعني بزود في عدد الغرز، هرتفع 2 سلسلة وهلف وهدخل في أول غرزة عندي وأعمل غرزة نصف عمود لفة، وهخرج من التلاتة مع بعض بالشكل ده، هلف تاني وهدخل في نفس المكان بالظبط وهدخل فيها وهخرج، وبعدين هخرج من الثلاث حلقات مع بعض كده. انا عملت في اول واحدة 2 نصف عمود، غرزتين في غرزة واحدة، وهو ده التزايد. وطبعا حسب الموديل او حسب الباترون اللي انا هشتغل بيه في اي موديل بيحكمني التزايد، يعني ممكن يبقى التزايد بغرزتين، يبقى بثلاثة، ولكن هي الفكرة الاصلية ان انا بزود عدد الغرز في غرزة واحدة. تاني بدخل في اللي بعدها وارجع الف لفة وهخرج من الثلاثة مع بعض، وهلف تاني وهدخل في نفس المكان وهخرج من التلاتة مع بعض. يبقى انا عملت غرزتين في غرزة واحدة. تاني الغرزة اللي بعدها هعمل نصف عمود، وفي نفس المكان هعمل برضو غرزة نصف عمود. اصبح الغرز اللي عندي التلات غرز بقوا 6، كل واحدة فيها 2 بالشكل ده. ده واحد نصف عمود، والتانية بلف وبدخل وارجع الف وبخرج من التلاتة مع بعض، وبكمل لاخر السطر. زي ما احنا شايفين ماشيين مع بعض، كل غرزة بعمل فيها 2، بلف وبدخل وبخرج من التلات حلقات مع بعض. يعني العشر غرز دلوقتي اصبحوا 20 غرزة. هي الفكرة كلها، طبعا انا مش معقولة هيكون الشغل كله بسيستم واحد لكن او بنظام واحد، هو بالتأكيد اللي بيحكمني الباترون والموديل اللي انا هشتغله، لكن انا حابة اوضح بس ان التزايد يعني زيادة في عدد الغرز، وبيدي اتساع وبيدي مساحة اكبر. دي اخر واحدة، وقلنا دايما نخلي بالنا من اخر غرزة. هلف واعمل نص عمود وارجع الف وهدخل فيها تاني وهعمل نص عمود. لو لاحظنا العدد زاد، وبالتالي الغرز فوق اهي زادت معايا. لو حابة ازود اكتر من كده هرتفع بسلسلتين اللي هما ارتفاع النصف عمود، وهلف وهدخل في الاول غرزة هعمل فيها 1 2 وهمشي بنفس التسلسل. الفكرة ان انا بزود في عدد غرز العمود. طب لو جينا نتكلم عن التناقص في النص عمود، برضو دي جزء اهوت من النصف عمود، هرتفع سلسلتين وهلف الشغل معايا وهدخل في اول واحدة. طبعا لو 10 غرز انا عايزة اقللهم اخليهم مثلا 5، ولو هم 20 غرزة فانا بقلل الغرز، يعني بتناقص في عدد الغرز. اهو كده انا معايا 3 حلقات، لكن انا مش هسحبهم وهخرج، لا انا هدخل تاني هلف تاني وهدخل في الغرزة اللي بعدها، وبعدين هلف وهخرج منهم مرة واحدة. يبقى انا اخدت كل 2 مع بعض كمان مرة، خلصت الاتنين اللي في الاول، الاتنين اللي بعد كده، ادي اول واحدة هلف وهخرج لكن مش هكمل الغرزة للاخر، وارجع الف وهدخل في اللي بعديها وهلف وهخرج. يبقى اصبح معايا الغرز كلها كاملة، اللفات كاملة بتاعت الغرزتين، هلف وهخرج منهم مرة واحدة. لو لاحظنا الغرز بتقل معايا، اللي كانوا 4 بقوا دلوقتي 2، هلف وهدخل في اللي بعدها وهلف وهدخل في اللي بعدها تاني، تمام، هلف وهخرج منهم كله بالشكل ده. تاني بلف وهدخل في الغرزة اللي بعدها وهسيب التلاتة معايا، مش هخرج منهم، مش هكمل الخطوة الأخيرة، وهلف وهدخل في الغرزة اللي بعدها تاني وهاخد الخمس لفات معايا، وهلف لفة وهسحبهم كلهم مع بعض. تاني الغرزة اللي عليها الدور اهي، مش هكمل للآخر، والغرزة اللي بعدها برضو ومش هكملها للآخر، لا ده انا هلف وهاخدهم بقى كلهم مع بعض.
تمام. تاني هلف وهدخل في الغرزة اللي عليها الدور، وهرجع ألف وهدخل في الغرزة اللي بعدها اللي هي بالنسبة لي الأخيرة، وبعدين هلف وهخرج من المجموعة كلها اللي هم الخمس حلقات كلهم مع بعض. لو جينا نبص هنلاقي ان الغرز عددها بيقل، يعني دول مثلا كانوا 10 دلوقتي بقوا 5، او كانوا مثلا 12 دلوقتي بقوا 6، يبقى انا بقلل في عدد الغرز. اتمنى يكون الفكرة للتزايد والتناقص في غرزة النص عمود واضحة، وياريت نرجع للفيديوهات الدروس القديمة هتوضح الامور معانا اكتر. اتمنى طبعا اللي بيشوفنا لاول مرة يشترك في القناة ويفعل الجرس، واشوف ردكم وارائكم في التعليقات وطلباتكم، وانا تحت امر الجميع. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.